الراجل دايما بيفاجئنا، يعني محدش يختلف انه بيفاجئنا في الاختيارات، بيفاجئنا في توظيف اللاعبين، بيفاجئنا انه كل مباراه ممكن يطلع بتشكيل محدش تقريبا حتى من الناس المتابعه المنتخب الخبراء والمحللين ممكن يتوقعوه. هل من الوارد انه يفاجئنا بكره ويشكل المباراه كابتن شريف في 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 يعني في في كاس العرب بين مصر والجزائر؟ هل تتوقع انه الفرقتين يلعبوا جيم مفتوح، جيم هجومي، ولا الاثنين الى حد كبير هيكونوا متحفظين في مواجهه بعض؟ لا خلاص، الدنيا كلها والسوشيال ميديا والمباريات اللي احنا اتفرجنا عليهم لكل فريق يعني صرحت بالمقابله هتبقى قويه، يعني فيها ريبيتيشن، يعني فيها سمعات وفيها حاجات قديمه وفي حاجات جديده، وخاصه ان مصر كانت متفوقه على الجزائر في اخر المقابلات في 4-0، دي نتيجه عرض قوي جدا، نتيجه ثقيله يعني، واذا كان هنا المحترفين مش موجودين برضو هنا المحترفين مش موجودين. فاعتقد ان ارض الملعب هي اللي هتاخد المجهود الاوفر للتركيز. بس انت شايف ان كفه مصر اتقل اقوى بكتير؟ بكتير شويه. انا دايما بثق في اللعيب المصري بفردياته وامكانياته، وعنده الهيبه بتاعته كبيره عنده، بس مسؤوليته بينه وبين نفسه. بس عرضنا في الاخر برضه حيرتنا شويه. بقول لك ايه يعني انت ما لعبتش ماتش صعب يا كابتن شريف؟ لا انا من اخر ماتش، طب انا اقول لك حاجه، ماتش صعب لعبه منتخب مصر امتى تفتكره؟ واخر معسكر عمله منتخب مصر؟ طب هو احنا مسؤولين عن ان المنتخب ما انت بتلعب معسكر. لا انت بتلعب كل 48 ساعه ماتش، دي مأثره عليك انت حتى في الانديه. انت الراجل حتى لما جه انت جايبه لازم تكسب لازم تكسب لازم تكسب لازم تكسب، وهو راجل ما يعرفش مين الفرقه دي ومجهود شكله عامل ازاي. فجه اعتمد على نظرته الشخصيه للاعبين اللي هو بيتفرج عليهم، لدرجه انه اول مره ما خدش محمد شريف وقفش وتوهم ان عبد الله السعيد ده هيبقى هو السوبر مان بتاع نص الملعب وناقل الحركه، ورجع تاني في تدارك الامور وحس ان لما اتفرج عليهم في الدوري واتفرج عليهم قد ايه قفشه ده ناقل الحركه، وقد ايه وجوده في نص الملعب وفي خط ال 18 انه مؤثر جدا، قد ايه محمد شريف ان انا مؤثر جدا في التحركات داخل منطقه الجزاء. ساعات انت بتبقى عندك لعيبه معينه بتتوسم فيها انك انت تقول ايه، مروان حمدي ده هيبقى الفرود، ويفضل مروان قدامك تحس ان هو زيه زي كوكا زي ناس معينه. خدت بالك في الاداء محتاجين وجود صلاح ووجود تريزيجيه ووجود ناس معينه عشان يبقى لهم الحضور الطاغي يعني. فلا نرجع لمحمد شريف تاني وينزل الماتش اللي جاي يجيب هدف، وهدف المفروض يعني في وقت اندمك فيه بسرعه وترجم التحرك بسرعه بين قفشه وبينه. يعني ده دويتو، ممكن تيجي تلاقي ما تلاقيش قفشه المباراه الجايه، تلاقيه بيدور في بقيه سؤالك يعني على الشكل التأميني لنص ملعبك، يعني ممكن يلعب 4-3 في نص ملعب كويس قوي ويحط الثلاثه طرفين وسنتر فيرود. طيب انت نجم كبير وعندك مشوار عظيم جدا، واكيد نظرتك مهمه جدا. انا افهم كويس جدا انه مدرب النادي يعني فرقه زي الاهلي مع مستر موسيماني او اي نادي، انه الوقت والمساحه والموسم الطويل اللي عنده يسمح له، وفي بعض الاوقات الظروف نتيجه انه في النهايه مطالب منه يقدم موسم كامل ب 30 لعيب، انه يعيد توظيف لعيبه في غير مراكزها. يعني موسيماني عمل ده السنه اللي فاتت كتير. موسيماني يعمل بس لكن منتخب مصر يعمل ليه؟ يعني ما انت عندك 18 نادي وعندك لعيبه محترفه، ما تختار اللعيبه وتتفرج عليها وهي بتلعب في مراكزها بدل ما تيجي تجتهد وتتعور وتتعطل وتتلخبط. احنا شفنا توظيف لمثلا محمد شريف، احمد ياسر ريان، عمر كمال عبد الواحد، مين تاني، ايمن اشرف، يعني لعيبه كتيره جدا في اوقات كتير بتلعب في غير مراكزها. انت مع الفكره دي يعني ندي الراجل راحته؟ انا مع الفكره دي. مع الفكره دي ان الراجل ما عندوش مساحه كبيره قوي غير البطوله دي. ما عندوش مساحه كبيره قوي غير بطوله افريقيا اللي جايه، فالراجل عايز يبني. انت المفروض يكون عندك مدرب اجنبي اصلا موجود لبناء قاعده ناشئين لست سنين قدام. دي مش شغلته هو. اللي بيجي على المنتخب الاول ده المفروض يجي على فرقه جاهزه، فرقه محترفين جاهزه بكل الاسماء اللي عنده ومعطيات كتيره جدا من اللاعبين نفسهم ومن المختارين. لما هو يجي يبص على نافذه الدوري ويلاقي لعيبه تستطيع ان تنافس اللعيبه اللي هي جايه من بره، اللي هي بتبقى ساعات جاي لعيب متعور او جاي منهك زي تريزيجيه في اصابه مثلا. مرموش لما جه اتعور
هو ما بيلعبش النهارده، فتكتشف احمد رفعت الماتش اللي فات. فانت محتاج كل ده يا احمد، ولا ما اعرفش يعني الناس ليه ليه الناس عايزه تعمل حكر على بعض اللاعبين، ولما بيلعبوا يقولوا لا دول مش كويسين، ما حدش قادر يوافق، حدش قادر يوافق على مروان حمدي في المكان ده، صح؟ كلنا قاعدين نتكلم يعني مش مديني المعطيات القويه جدا. ما هو اللعيب لازم يرد برضه بالاداء. يعني احنا لما بننتقد المنتخب، احنا مش بننتقد لاسماء لعيبه، احنا بننتقد المنتخب عشان نعزيه المنتخب يبقى احسن. والمدرب لازم يدي البدائل، والمدرب لازم يبحث معاك لانه مشاهد زي زيه. طب ما حضرتك ما تتفقش ان كان في اسماء تستحق انها تكون موجوده مع المنتخب في بطوله كاس العرب وما راحتش، او راجل ما اختارهاش؟ مع كيروش ما فيش لعيب بيثبت نفسه ما بياخدوش، ما فيش لعيب بيبقى موجود على الساحه كويس ما بيتاخدش، كله اتاخد. انت بكره حسام حسن ده لو لقيته مواصل وبيشترك مع النادي الاهلي هيتاخد، بس مطلوب من حسام حسن ايه؟ نكسر الدنيا لما ينزل، يدي اهتمام للراجل اللي بيتفرج عليه صاحب الحكايه. انا ما فيش حد بيختار معاه، واضح جدا ان هو يملك الشخصيه الوحيده اللي هو بيقرر ده يجي وده يجي، لان ما عنديش ما افتكرش في مدرب مصري يقدر طيب يعمل التغييرات اللي احنا بنتفرج طيب عليها دي. متفق معاك وما اقدرش اختلف فيها تماما. سؤال اخير عشان اقفل صفحه المنتخب واروح للاهلي، ايه الحاجات اللي حسيت انت شخصيا انه نقدر نقول انها بصمات وضحت حتى لو كانت الفتره قصيره، بس انا متهيألي الراجل خد فتره كافيه اتفرج على ماتشات الدوري، لعب مع المنتخب عدد ماتشات مش قليل، شارك في بطوله مجمعه زي بطوله كاس العرب، فايه في الفتره اللي تولى فيها المسؤوليه ايه البصمات اللي شفتها واضحه على اداء المنتخب المصري منذ تولى كارلوس كيروش المسؤوليه؟ مفيش لعيب قاعد على مكانه حاسس ان هو الاوحد في مكانه، عامل حاله تنافسيه فظيعه، عامل حاله روح كمان في الاداء والسرعه ما كانتش موجوده بقالي فتره. احنا دايما كنا ننقل الكره محمود ببطء عشان نطلع بالهجمه، احنا ما يخشش فينا بس نصطاد، انت فهمتني ازاي؟ لا طريقه الصياد اللي هو الكونتر اتاك. دلوقتي الراجل ده بقى عنده خطوط بتطلع بتكمل بتروح، عنده انياب في كل خط، عنده كل واحد عايز يثبت. مصطفى فتحي النهارده نازل بياكل ويعدي من ناحيه الشمال وبشمال وبيجرب، ما كانش الحاجات دي موجوده، كانش غير محمد صلاح في الحته دي. النهارده بقى بيجرب واحد واثنين وثلاثه في المكان ده، الناحيه الثانيه الشمال بقى عندك مرموش وعندك محمد شريف واحمد رفعت جه وتريزيجيه لما يرجع بقى في اربع خمس في كل مكان. رمضان كمان لو فاق يعني وجد لك مروان حمدي وفي كذا حد تاني ممكن يبقى موجود في المنطقه دي لكل فراوده مصر. يعني هو عمل حاله تنافسيه لمصلحه المنتخب.